ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد ذلك ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعموا بلايك عشان يوصل لكم الجديد، ولا نوفيكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 7/10/2022. ونبدأ. سعر الحديد عز الدخيلة 17,700 17,750. سعر الحديد المصريين 17,400 17,500. سعر حديد بشاي 17,600. سعر حديد العتال 17,000 17,400. سعر حديد عطية 15,700 ل 15,750. سعر حديد سرحان 15,750. سعر حديد المراكبي 15,750. سعر حديد الكومي 15,900 جنيه. سعر حديد المعادي 15,900. سعر حديد العشري 16,000 جنيه. سعر حديد مصر ستيل 15,900 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم فوق التالي: أسعار الأسمنت البروتلندي العادي، سعر أسمنت المسلح 1470، سعر أسمنت النصر 1430-1440، سعر أسمنت الممتاز 1520، سعر أسمنت الصعيد 750 جنيه، سعر أسمنت وادي النيل المصري 1410-1420، سعر أسمنت السويس 1420، سعر أسمنت حلوان 1470، سعر أسمنت السويدي 1530-1540، سعر أسمنت المسلة 1420-1430، سعر أسمنت الإسكندرية الماكس 1470-1480، سعر أسمنت العامرية عادة 1450، سعر أسمنت البرج 1450، سعر أسمنت تيتان 1440. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت الأبيض فهو التالي: سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600، سعر أسمنت سوبر سيناء 2550، سعر أسمنت سوبر رويال 2500، سعر أسمنت رويال العادة 2500-2550، سعر أسمنت الواح الأبيض 2500-2550. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت المخلوط فهو كالتالي: سعر أسمنت الواحة 1020-1030، سعر أسمنت العمران 888-990. أما بالنسبة لأسعار أسمنت المقاوم فهو غلادي: سعر أسمنت قهر البحار 1530، سعر أسمنت السويسي ووتر 1530، سعر أسمنت السويدي المقاوم 1560. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 7/10/2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتعمل بلايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.